عرض المؤلف التشادي عبد الكريم علي عيسى كتابه الذي يحتوي على 17 فصلا و110 صفحة، حيث تناول فيه المؤلف عدة مواضيع تتعلق بالحياة المدنية والاجتماعية والثقافية، وخاصة المراحل التعليمية التي يكون فيها الإنسان قادرا على تركيب نمو عقله وجسمه. كما تطرق الكاتب عبد الكريم علي عيسى إلى الثقافات الموروثة التي يمارسها سكان الأرياف والبدو الرحل والحضرية، وكذا الحضارات المتنوعة بين هذه الشعوب والتي يتمتع بها الإنسان في مجتمعاته. كما أوضح المؤلف أن هذه الثقافات هي موروثة من التراث الحضاري السابق التي لها قيم نبيلة في حياة الإنسان. نحن لازم نفكر، وعشان الكتابة دي يتكلم عن التغيير الثقافة الآن نحن عايشين فيها، عشان ده كل واحد يكون واعي للتغيير ده، عشان يعني التعدد الزوجية هو الأساس. لازم نفكر قبل ما تجيب صغير، قبل ما تزوج سوي لك برنامج عشان أنت عيالك يتربوا ويعيشوا في حياة كريمة. إن هذا الكتاب يحتوي على العادات والتقاليد الموروثة قبل بزوغ الاستعمار، ومن ثم تكون حضارة مرجعية للأجيال القادمة. وفي الختام قدم الحاضرون أسئلة واستفسارات تتعلق بمضمون الكتاب.